لما نحكي عن إعادة التأهيل الأغلبية بيفكروا الحل الأفضل إنه نجلل ونزرع، بس الدراسات برهنت إنه هيدا مش بالضرورة الحل الأنسب بيئياً. كل موقع عنده قصة، هالقصة بتوجه الخبراء المختصين بالتشاور مع المجتمع المحلي لرسم خطة إعادة التأهيل الأنسب. موقع عيت الفخار. تحديات الموقع: تداخل الأراضي العامة مع الأراضي الخاصة، انجراف التربة، وجود أراضي مزروعة، تدهور مناظري. ميزات الموقع: تنوع جيولوجي، القرب من الضيعة، سهولة الوصول، وجود برك مائية. بعد الدراسة والتشاور اخترنا أنه نضوي على جمال الموقع ومميزاته الجيولوجية ونبني على يلي انشغل على قسم من الموقع من تحريج، واقترحنا درب جيولوجي بيسمح للزوار باكتشاف مآثر الموقع من ألوان، نبات ومناظر طبيعية. كما اقترحنا إقامة نقطة تجمع للعائلات، وللحد من تدهور وانجراف التربة استحدثنا ممرات للمي تسمح لها تمرق وتتجمع بدون ما تخرب. هالخطة لاحظت زراعة عدة أنواع من النباتات والأشجار الحرجية المحلية لتلعب دور بتثبيت التربة وبتحديد الموقع وتحسين التنوع البيولوجي على الموقع. بدأ تنفيذ خطة إعادة تأهيل مرملة عيت الفخار بأول تشرين الثاني 2018 بالتعاون بين البلدية وجمعية مدى ومشروع التحريج بلبنان الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من مديرية الأحراج الأمريكية.